يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقتنا النهارده، او انا جاي اتكلم معاكم النهارده في حاجه يعني بعيدا شويه عن مجال البنوك اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده، وهي عن الشغل تماما. في ناس كتير للاسف الشديد بتاخد الشغل في سكه ان هو الشغل هو الحياه، وان الشغل لو ماشي معايا كويس يبقى الدنيا المفروض انا كده ماشي كويس فيها. في الحقيقه في ناس، الناس اللي بتختزل الحياة كلها في الشغل، وانه يعني هو الهدف من الحياة ان انت تفضل شغال وتفضل بالشكل ده. فالحقيقة ان دي مش يعني مش رؤية صح قوي بعد سنين شغل كتيرة. في تجربة كده عملوها، وجابوا مجموعة اشخاص كبيرة جدا من فوق 65 سنة وفوق، حتى 60، حتى الناس اللي طلعت معاش يعني. سألوهم على انتوا ايه اكتر حاجة عملتوها في حياتكم ندمانين عليها، ولو رجع بكم الزمن ممكن ما تعملوهاش تاني. الجزء الكبير منهم قال ان الشغل، وان احنا ما قضيناش وقت كتير او وقت كبير في الحاجات اللي احنا بنحبها، او مع الاسر بتاعتنا او مع الاهل عموما. فده يدي لك فكرة كده بسيطة ان الشغل مش هو كل حاجة في الحياة، وان في ناس الحقيقة بتختزل الشغل في انه هو لو انا عديت فيه يبقى انا معدي كده في الدنيا، يبقى انا كده عامل يعني عامل مجهود كبير جدا. في الحقيقة انت ممكن يبقى عندك حاجات تانية في حياتك انت يعني سابق فيها كتير من اللي موجودين في نفس سنك، بس انت مش بتبص للأسف غير للجزء الصغير بس بتاع الشغل. وبالتالي دايما حاول تبص على المنظور بشكل كبير شوية، تشوف الاوفر فيو، الشكل العام عامل ايه. انت ممكن في الشغل ما تكونش متوفق قوي، يكون اقل منك مهارات وواخدين تايتلز، ممكن يبقى فيه اقل اكثر منك واخدين تايتلز برضه. ف يعني هي مش بتمشي، هي مش فير 100%، هي مش عادله. بس يعني اللي اقصد اقوله لك ان انت استمتع بحياتك في الشغل، واستمتع وشوف ان انت عندك مميزات تانية كتير ممكن تكون نفس الاشخاص اللي معاك او في نفس المرحلة العمرية او في نفس المكانة بتاعتك مش موجود عندهم كل الاوبشنز دي. ممكن يبقى هو كويس في الشغل بس عنده حياته فيها مشاكل كتيرة جدا، ممكن يبقى هو متميز في حاجة تانية خارج الشغل وفي الشغل اداؤه مش قد كده، وهكذا. دايما هتلاقي الموضوع يعني مفيش فيه نظام معين، والشغل ما هو إلا شغل فقط. كان دايما يقول لك يعني wake up, go work and then get home, أو go work and get paid, that's it. يعني الشغل ما هو مجرد إلا مكان لكسب الرزق، لكن المشاحنات وإن احنا نختزل الحياة فيه، الحقيقة ده مش صح ومش هيأدي الحاجات صح. تعامل مع الموضوع برضاء نفسي وهتلاقي الموضوع بيجي لوحده مع الوقت. لكن الناس اللي انا بشوفه يعني من الناس، الحقيقة ان في ناس كتيرة بتبقى مختزلة الحياة كلها في نطاق الشغل، وده للأسف اولا غير ان هو بيضرهم صحيا وجسديا ونفسيا، بيأثر على الحياة قدام. انت بترجع كده بتقف فترة من الفترات تبص وراك تشوف انت عملت ايه، فتكتشف ان انت يعني قضيت حياتك في شغل او في مجال معين وانت ما كنتش حابه قوي، او اختزلت الحياة فيه، في حين ان انت كان بامكانك جنب الشغل ده تعمل حاجات تانية كتير، او يعني كان ممكن تغير كتير في شكل حياتك بشكل عام، سواء شغل سواء رياضة سواء اهل سواء اسرة سواء حياة اجتماعية، حاجات كتيرة جدا. مش عايز اطول عليك اكتر من كده، اتمنى اكون قدرت افيدك في الفيديو ده ولو بحاجة بسيطة. لو بتستفيد فعلا من الفيديوهات اللي بتتقدم هنا ما تنساش تسيب لي تعليق تحت وتشترك في القناة. شكرا.